بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. أبنائي الأعزاء، أبناء مدارس العبير، اليوم سوف نشرح الدرس الخامس من دروس الوحدة الرابعة، وهو بعنوان صفة كلام النبي. أولا، لدينا تمهيد. الحقيقة يا أبنائي أن الكلام أحيانا قد يكون في سببا في كسب الرضا أو السخط، ويختلف الناس في الكلام بين مقل ومكثر، أو بين من يتكلم بالخير أو يتكلم بالسوء. والآن سوف نتعرف على صفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من صفة كلام النبي، جاء في صفة كلامه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتأنى في كلامه ويعيد الكلمة ثلاثا أحيانا لتفهم عنه، ويتكلم بصوت معتدل يسمعه جليسه، ويعرض عن كل كلام قبيح، ولا يتكلم إلا بالصدق. من استمع إليه وجلس معه علم أنه صادق. وهناك قصة طريفة نحكيها لكم تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، و تحكي لنا كيف كانت صفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قدم مكة رجل يقال له ضماد، وكان طبيبا يعالج الناس، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد، إني طبيب، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال بعد ذلك لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعر، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. ثم قال هذا الرجل هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه. وننتقل بعد ذلك إلى سؤال في مهارة التفكير: ما أثر إعادة النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة ثلاثا في حفظ الصحابة لأقواله؟ إن هذا يساعدهم، أي الصحابة، على حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ونقلها عنه صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية نصل بكم إلى التقويم، وهو السؤال الأول: أبين معنى هذه العبارة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. الإجابة: يدل ذلك على أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصف بالتأني والوضوح، حتى لو أن أحدا عد كلماته لأحصاها. وأيضا من ضمن الأسئلة السؤال الثالث: أبين رأيي في من يتكلم بكلام قبيح. أرد عليه قائلا أنه مخطئ، وأن هذا العمل ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عن كل كلام قبيح. والسؤال الثاني يمكن أن نحكي أو نقول فيه: من استمع للنبي صلى الله عليه وسلم علم أنه صادق. أذكر قصة تدل على ذلك. القصة هي قصة ضماد الذي كان يدعى طبيب في الجاهلية، وسمع عما تقوله العرب عن النبي محمد، فذهب إليه وسمع منه كلاما، وفي نهاية الحديث قال هذا الرجل والله لقد سمعت قول الكهنة والسحرة والشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. ثم قال له هأتي يدك أبايعك على الإسلام، فبايعه. وإلى هنا ينتهي حديثنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.